التي لم تكن
في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والنزال إلا أخذوا بالسنين وشدة الرغونة وجور السلطان ولم يمنعوا الزكاة أو زكاة أموالهم إلا منعوا الفطر من السماء ولولا البهائم لم ينقر ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سقط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم بها أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل نفسهم بينهم نعم يسمعون مواعظ في النهي عن شهادة الزور وما ورد فيها ومع ذلك يقدم عليها الناس كلهم كأنهم لم يسمعوا ولم يعودوا